علاش احنا نقولوا الاستعجالي نتاع قسم القلب يا نتاع مرضى القلب لازم يكون يقع عاد تفتحوا، لانه الملفات نتاع مرضى القلب موجوده غادي في قسم القلب، ووقت المريض يجي مريض القلب حكايه نتاع دقائق ماشي نتاع سوايع باش يقعد يستنى، ينجم في دقيقتين ثلاثه ينجم يموت المريض، اذا ما ثماش اسعافات معناتها مستعجله ينجم يموت، والملف نتاعو غادي كموجود. ولكن انا نقولها بكل صراحه وللراي العام، راهو غلق استعجالي مرضى القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر هي كارثة وجريمة في حق الإنسانية وفي حق متساكني جيز فاقس ومرتدي المرضى بالمستشفيات الجامعية الهادي شاكر والحبيب بورقيبة، وأنهي مربوطة بتغيير وجهة المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص. حتى داخل بين القطاع العام والقطاع الخاص قاعد ماشي فيها المريض ضحية، وأنا نعاود أنا رسالة استغاثة لأهالي صفاقس، فيقوا على رواحكم ودافعوا على رواحكم ويجي وسعوا باش تفرضوا إعادة فتح الاستعجالي نتاع مرضى القلب. ما كانش أي واحد منكم ينجم يكون ضحية وينجم يموت في قسم القلب في الاستعجالي وعينه تخزر. هذا محضر جلسة بمقر ولاية صفاقس بتاريخ 3 جوان 2011 بحضور كل المسؤولين من وزارة الصحة إلى المدير العام للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر وممثل وزارة الصحة وممثل عن وزير الصحة اللي هو السي توفيق زلي في تلك الفترة، والاتفاق انه إعادة العمل بصفة فورية بوحدة الاستعجالي لمرضى القلب تابعا للرأي الفني والطبي، فقد تعهدت الإدارة العامة للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بإعادة تشغيل هذه الوحدة بصفة مؤقتة مع توفير الإمكانيات اللازمة والتي تضمنها تقرير رئيس قسم طب القلب، لذلك في انتظار أحداث قسم الاستعجالي لأمراض الاختصاصات الطبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر وذلك بكل مكوناته حسب المواصفات العالميه. هذا معناتها التزم به، توفر له كل شيء، عاود سكره، خذ البيرسونيل، خذ الماتريال، من بعد عاود سكره، والمرضى كل قاعده تمشي البريفي. تلواش يلتجئ للبريفي؟ هو المرضى اللي جاوا هذوما اول حاجه اصلا هما المرضى مساكن حتى الكرنيات نتاعهم ما تسمحلهمش اصلا باش يمشي حتى لبرا، هذه اول حاجه معناتها. وثاني حاجه احنا طب في السبيطار بلاش نغايتنا من المريض يمشي للبريفي، بالعكس احنا نحبوا نربحوا المستشفى نتاعنا وسيرفيس القلب يعرفوا الناس الكل اللي هو اكثر واحد يدخل مدخول للمستشفى، فهمتني ولا؟ واحنا اصلا سيرفيس القلب ياخو اقل من اللي ينتج. احنا من البارح زملائي اتصلوا حتى بالناظر اللي في الليل وقالوا له راهو معنا وفاولوا بلايص في قسم القلب ونخدموا احنا باكثر من طاقته قسم القلب، قسم القلب فيه 44 بلاصه و14 قداش هذا 58 بلاصه، احنا فوق اكد لك فوق ال 65 بلاصه عندنا توا حاليا مرضى ونجيبوا فروشه من نتصرفوا احنا نتصرفوا مش ما نحطوش مواطنين كي هكا. المريض لا ما هو لا ما تدخل مش حكايه تدخل المدير لا مش تدخل وقاء اربع بلايص لا مش هكا شوف اللي يصير فما مرضى تدخل وتخرج. احنا من الصباح وصل الشيف سيرفيس ووصلوا له صحابي اللي في الجارد وقالوا راهو اليوم ما عندناش اماكن راهو السيرفيس بلان على الاخر. رئيس القسم وصل جميع ليزاسيستون معناتها الاطباء الكل اللي في السيرفيس ووصاهم باش يفضيوا لو ماكسيموم تاع بلايص باش نستقبلوا الوافدين الجدد خاطر نعرفوا سيرفيس قلب راهو يملى ويعبي، فهمت؟ احنا دونك فرغنا قد ما نجموا واول ما فضاو البلايص جبنا مرضى نتاعنا.